طلقني الاول، بعد كده حب اسمعك زي ما انت عايز، وحترجع لي البازار كمان. بازار؟ هو ايه اللي دخل الشغل والبازار في كلامنا دلوقتي يا غالي؟ حاجتي وعايزاها. ايه؟ عيب؟ يعني انت دلوقتي بتحطي لي شرط عشان تسمعيني وتفهميني اني ارجع لك البصر؟ يبقى اخبطي راسك في الحيط او اعلم في خيلك اركبيه او روحي اشربي من البحر او التلاته مع بعض لو تحبي، ويكون في علمك الهيلمان الحلو اللي انت عايشه فيه ده كله عايزك تنسيه، لان انا هاخدك وهحطك في اوسخ اوضه عندنا في الحاره واخليكي تكنسي وتمسحي وتغسلي ومش هطلق، وهبقى اجيلك في الاوضه دي لما يبقى يجيلي مزاج. يا وسخ يا زباله، انا عارفه انت اتجوزتني عشان فلوسي، عشان فلوس ابويا يا واطي يا بتاع الحوالي. راسي وتكلمي على قدك، ولما تكوني بتكلمي جوزك تكلمي باحترام، فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا مش هقرص عليك دلوقتي عشان عارف ان القرش بيحرق صاحبه، لكن قسما بالله قلة ادب زياده هوريكي بتاع الحواري ده بيعمل ايه. هي بتاعت اللوكندات. يا موحة بنتي، يا موحة أبلة، أنا مش طلبت منك كوباية شاي يا بنت، ما عملتها لي هيش ليه؟ مالك يا موحة؟ مالك يا حبيبتي قاعدة مكبية على روحك ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ نفسي يا ماما، زعلانة من نفسي. نفسك؟ وإيه اللي مزعلك من نفسك يا حبيبة أمك؟ تفتكري يا ماما ممكن الرايق يكون شايف له شوفة تانية؟ آه ممكن يكون شايف له شوفة تانية. الله، هو مش راجل ولازم يعض. طب اسكتي يا ماما اسكتي، بدل ما تضحكي عليا بكلمتين وانت شايفاني متضايقة كده. هضحك عليكي ده يا بنت؟ هو انت غريبة عني عشان اوالس عليكي في الكلام والف وادور؟ لا، انا خبطها لك في وشك كده اهو مرة واحدة. وهن يا الحاجات دي بتستخبى؟ طب اسمعي بقى اما اقول، انت عارفة ابوكي كان عليه كل عطة وعطة؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي عليه، كل عطة تضرب العطة اللي قبلها واللي قبل قبلها بالصرمة القديمة. أي والله كان إيه بقى؟ نسوان إشي إشي، اللي برنسيسة يا أختي وبنت ناس وهانم، واللي بنت عالمة يا أختي جديدة على الكار، واللي كان يرافقها على جوزها يا أختي يهو 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 يهو، ما أقولكيش كان عطيت عطيت درجة أولى والله بامتياز، ولسه لحد دلوقتي عطيت. ربنا يشفيك يا ماما، وانت عايزاني ابقى زيك بقى. ها وماله زيي يا اختي؟ يا بنت يا هبلة، الست الجدعة الشاطرة الواعية اللي تفهم سيفولوجية الراجل. ايوه هقول لك انا سيفولوجية الراجل، اللي هي نفسنيته من جوه. الراجل يا بنت ما يحبش التكتيفه، يتخنق زي ذكر البط. سيبيه سيبيه يقعد ويلف البلد كلها ويلف على نسوان البلد كلها، وفي الاخر هيرجع لك انت بقى الرك عليكي. اه تفهميه ان الدوفر اللي اتنطر من رجليكي برقبه اي مره من المرارات اللي هم اللي بيعدوا عليهم. اي والله يا سلام. يا بنت يا بنت، بعد كده هو هيقعد كده ويكن جارك ويبقى زي الفل، وفجأة تلاقي زهق منك ومن أدبك ومن أخلاقك يعط تاني. يا أختي اضحكي، يا أختي اضحكي، يا حلوة أمك يا حلوة أمك، هبعدك يا بنت. بس ليه يعط يا بنت؟ لا يا بنت، هيرجع لك تاني والله.
حبيبتي انت خايفه علينا يا ابوكي كان عطيت. عرفنا يا اما النبي عطيت. يعني ايه كان متجوز قبليك بكام يوم؟ امال اتجوزك ليه؟ انا من الاول ما كنتش مطمن الجوازه دي. انت كده بتعيني غلطه سعيد تاني، وده كله عشان ايه؟ عشان ما بتسمعيش غير نفسك. قرف. خلاص يا حبيبي خلاص. وبعدين يعني اللي بيشير قربه مخرومه بتنق. حاجه تحرق الدم. والنبي لا تهدي نفسك يا اخوي. وبعدين يعني انت كنت عايزه تعمل ايه؟ ما هي بنتك زي القمر، وكل يوم عن يوم سنها بيكبر، وكان لازم تتجوز اي حد بدل ما تقع في الغلط. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني خلاص كلمه الحق بقت بتشرخ في الزور. اسكتي يا جيجي، انا مش قادره اسمع منك كلمه. ماشي يا غاليه ماشي، هعديها لك بس المره دي عشان خاطر اللي انت فيه. شايف بنتك يا شيمي بتكلمني ازاي؟ معلش يا جيجي، هو في انهي داهيه دلوقتي؟ اكيد زمانه في البازار. على اساس ايه بقى؟ انه بازار اهله من هنا وراح ما عتبش البازار ده خالص، انت فاهمه ولا لا؟ انا نفسي افهم متعاد عليه دلوقتي. عشان يا بابي انا كتبت له البازار باسمه. يا نهار اسود، عملت ايه؟ كتبت البازار باسمه. ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي؟ ديبو ديبو، مالك مساهم كده ليه؟ مفيش. علي انا برضو، ده انا شيم. ما عشان انت شيمو بقولك مفيش. طبعا عندي ليك خبر حلو. قولي. احمد عايز يجي قبلك. يا مرحب بيه في اي وقت. بجد؟ اخليه يجي اخر الاسبوع؟ لا عايزه يجي بكره، انا ما عنديش مانع. لا بكره ما ينفعش، قريب قوي. عايزه اوضب الشقه كده واقلبها واديها مسحه حلوه. حاضر. اخليه يجي اخر الاسبوع. عايزه اطلب منك طلب تاني كمان. قولي يا حبيبتي. مش عايزاك تشد عليه في موضوع الشقه والشبكه والمهر والحاجات دي كلها، وعايزاك انت تتكلم مش امي. حاضر يا شيماء، هعملك اللي انت عايزاه، طمني. ربنا يخليك لي يا رب. حس كده بقى، اخش اعمل لك كوبايه شاي تعدل لك مزاجك. روق. ازيك يا ريان؟ تمام الحمد لله. عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا ريان؟ طبعا في حد ما بيحبش المزيكا. بتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك ديبو. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له، وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟ والله انا قلت له روح يتكلم معاها، يعني يمكن تسمعه. ممكن. المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه، محدش مغسل وضامن الجنه. سمعتك وقبلتك. ايوه بس ما اللي بينهم غير اللي بينا. احنا ابتدينا شغل ومصلحه. وصلنا لايه في الاخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا اكتر من بعض. تفتكري؟ مش فاهمه. انا فاهمك دلوقتي. انت حكيتي لي عن الجنرال، وقمت انا احكي لك عن حكايتي مع الجنرال، بعدين احكي لك عن البيت ومراتي، قمت انت حكيتي لي حاجه جديده خالص. انا حاسس ان احنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض، مش عشان عايزين نحكي.
طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الامان، بس في الاخر محدش بيطمن. لو انت شايف كده انت حر، بس اتاكد ان انا مطمنه لك من قبل ما تحكي لي.